علشان كده البن ديت مش على قد جلسه ليزر واحده بس والله ده بتعمل ريبيتد سيشن من الليزر. ده نايمه بقى ده مش امبارح انا بتاع عيد وجاي الشاشه عيد الموبايل لازم يتاخد انالجيزيا لازم الموبايل لوحده وقاعد الشاشه الفاضي حاضر مش حاجه بتقلي صح النهارده لا الموضوع صح ولا ده المحاضره صح لا المحاضره كويسه اكتر من صح بالظبط ايه ده نجيب لك جمهور كده عشان اعرف ازق مش خلاص ده شيء تسلم والله الله يخليك طيب فكانت المشكله القديمه بتاعت الليزر ان انا علشان اعرف اجيب نتيجه محترمه جدا جدا بالليزر لازم يكون السكين لايت سكين ولازم يكون الهير دارك كلاود هير. بدا اتغلبوا على الكلام ده عن طريق النيورال تايب ليزر تمام الانواع الجديده بتاعت الليزر قال لك نبدا نستخدم اللونج ويف ليزر تمام الويف الطويله لو انا جالي واحد دارك سكين تمام وعند الهير تمام لا ده في انواع معينه من الليزر هتعرف تشتغل عليه اللي هو اللونج ويف لينس ليزر اللي هو الايه ليزر تمام. هو طبعا اشهر واحسن نوعين بيستخدمه اللي هي الليزر والدايو ليزر ده الجزء الخاص بالهير شوتس تمام. شكرا تسلم. بنسى طبعا كلام جميل هو الحقيقه بصراحه هو موضوع يعني ميديكال سوشيال الستريسنج بقى يعني موضوع نعمل انا هنا عندي يا ابراهيم تفسيرك لحاجات حضر لك ان الازنس انا تعبت من اليوم جيرلز ده حقيقه يعني